أيها الروسي اخرج. هديت امشي امشي. السجين تدخل في شؤون البلاد، الحكم بالاعدام. За нарушение внутреннего режима заключенных. Господи, хоть бы что-нибудь новое. Я رب يتوصل إلى شيء جديد. ماذا تقول يا حثالة؟ سنقتلك الآن. شو قال؟ الحكم بالإعدام. شو قال؟ приговаривается к расстрелу. А можно не сегодня? А то у меня день рождения. ليس اليوم. إنه عيد ميلادي. عيد ميلاده. يا ضيف العزيز، عندي هدية لي خاصة. يقول أن لديه هدية عيد ميلاد لضيفه العزيز. خدم! إن أساس الإرهاب ليس فقط قطع الرؤوس، بل إغراق العالم في الرعب بإجبار الناس على الخضوع. ماكسيم، والدي ترك إرثا كبيرا. أعطيتك قائمة بحسابات حول العالم التي يريدها السراج. هذا ليس مجرد سلاح نووي، لقد أخفى والدي ما كان بين يديه. أعلم أن والدك كان رجلا حكيما. المختبرات البيولوجية وشركات الطيران وشبكات الاتصالات ومناجم اليورانيوم، هذا أكثر من سلاح. كنا نعتقد أن ليبيا ستصبح مكاناً للأمل والازدهار، لكن إذا سقط إرث أبي في أيدي الإرهابيين، نهاية العالم ستأتي من ليبيا. ماكسيم، آمل أن يكون لغزك قد اكتمل. مات الكثير في البلاد من أجل جزء صغير مما عرفته. الآن هي مسؤوليتك أيضا، واستحمل هذه القنبلة في قلبك. وصلنا.
ألو سامر، ماذا بك؟ ماكس، أناس هنا بجوار منزلنا. أي أشخاص؟ بالأسلحة. لقد أتوا من أجلنا. سامر، اسرع، التقط صورا لجميع المستندات، كل ما لدينا، وأرسلها إلى موسكو. سأصل قريبا. ماكس، كيف حالك؟ كل شيء تمام. هل حدث شيء يا صديقي؟ لا. هل تحتاج مساعدة؟ كل شيء تمام، الكثير من العمل. حظا سعيدا يا صديقي. اي لا تنام. نعم. هيا. سامر، اهلا، كيف حالك؟ ماكس، ماذا لو اخذونا؟ لن ياخذنا احد، لم نخالف شيء، لكنهم قالوا اننا في القائمه. لماذا تجلس؟ تعال ساعدني. ماكس، ليس لدينا وقت. حسنا، لا تلمس شيء، انه من مصدر مجهول. تخلى عن هذا مع الاسماء، والا سنضع الناس في مأزق. هيا. ماذا تشاهد؟ نعم ماكس، أسمعك. هل حدث شيء؟ نعم، تم خيانتنا، لقد أتوا من أجلنا. سأرسل ملفات في وقت لاحق. أي ملفات؟ اتركهم، أخرج من هنا فورا. نعم، سنخرج، أنت تعرف أني محظوظ. سامر، اجمع أغراضك.
ماذا تبحث؟ سنغادر. لقد فقدت نظارتي. نعم، نظارتك؟ أنت تفكر في وقت الخاطئ. سنغادر الآن. أشعر بالسوء. اشرب. اشرب. الآن سنغادر المنزل. نجد مكان لقضاء الليل. وغدا سنكون في موسكو. هل تسمعني؟ دعنا نسأل. تنتظرون الروسي؟ رأيته قبل قليل هناك في المنزل. حقيقي من الجانب الآخر اقترب من المنزل. تمام تمام تمام. الروس هناك تقريبا. جوني نحن جاهزون. شكرا. أين الروس؟ تعال هنا. سامويل اتبعني. ماذا تنتظر؟ اخفز هيا. أخشى المرتفعات. سوف أمسكك. تمكن الآخر من المغادرة. هل سنقوم بتمشيط المنطقة؟ لماذا؟ لا حاجة لهذا. أنا أعرف الروس. ها هو هناك. شباب، ما هي المشكلة؟ شباب، ما المشكلة؟ دعنا نعرف ماذا تريد ونتفق على كل شيء. بالطبع سنتفق. خذوه، إنه لكم. حسناً، فهمت. مرحبا ناتاشا. У меня всё хорошо. أنا بخير. Уже скоро год. قد مضى عاما تقريبا. Всё хорошо. لكني بخير. Знаешь, странная штука. تعلمي شيء غريب. В тюрьме год за 10 идёт. يقولون أن سنة في السجن تمضي كعشر سنوات. لكني عندي شيء غريب. كأنه يوم واحد فقط. ولكنه لا ينتهي.
и хочется заснуть и проснуться уже дома. وأريد أن أنام وأستيقظ في المنزل. وإني هنا. Да я даже спать здесь не могу. لا أستطيع حتى النوم هنا. يسعدني دائما زيارتكم. نادرا ما يكون بالبيت. طوال الوقت في رحلات العمل. أنا لا أفهم فيه على الإطلاق. ناتاشا. كيف تتحملينه؟ أريد أن أشرب لهذا السبب. هل تعرفون كيف التقيت مع ماكس؟ كم كان عمرنا؟ حوالي 10 سنوات. 10 سنوات؟ سأشرب عصير، لقد أخلعت عن الشرب. لقد هاجمني شخص، قبعتي كانت زوفرون كثيف. قرروا أخذها، وبمرور ماكس لم أكن أعرفه. جاء وقام بضرب هذا الشخص وحده، تفهمون؟ كنت على وشك أن تكسر أصابعه وأنفه تقريباً. وكان لهذا الشخص أخ أكبر. المدينة بأكملها تهابه. كان حسناً شكراً ماكس، ساعدتني. الآن علي الانتقال من المنطقة. رد علي ماكس، لا تقلق، سأحل مشكلتك. وذهبت أفكر. إخبرنا ماكس، كيف كان ذلك؟ إيه، لا تشرب أصبعك هكذا وإلا سكسره لك. هيا هيا أخبرنا. عامة لقد جئت إلى هذا الأخ الأكبر وأنا أفكر، إذا قتلني فليكن ذلك سريعا. دقيت الباب، فتح لي وخرج وقال انتظر أنا أحكي. هكذا نظر إلي وقال ماذا تحتاج؟ قلت له بالصدفة ضربت أخيك الأصغر. نظرت إليه، وجهه أحمر وغاضب. أعتقد جاءت نهايتي. وفي هذا الوقت يفتح الباب وتظهر زوجته وتصرخ وتقول فاسيا، متى ستغير الحفاضات للطفل؟ انتظر انتظر، سأحكي سأحكي. ينظر إلي وينظر إليها وينظر إلي وقال حسنا أحسنت، لقد فعلت الشيء الصحيح، جئت بنفسك، لا يوجد مشاكل. فلنشرب لشجاعة ماكس وحله للمشاكل بشكل استراتيجي. عيد ميلاد سعيد. شكرا شكرا أعزائي، شكرا. نأخذك مثلا أعلى. أجل ساشا، فلنذهب للتدخين. أوه، سأدخن أيضا. غريشا، لاحقا لاحقا، التدخين ضار. باختصار ساشا، هناك موضوع، رحلة عمل. إلى أين؟ لا تقول. إلى ليبيا، إجراء دراسات اجتماعية. ولكن هناك حرب. أعرف. هل يمكنك أن تتخيل إذا نجح الأمر؟ أعدك إنه لن يكون مملا. إذا Сань, послушай. Саша, اسمع. Ты лучший специалист, который. أنت أفضل متخصص أعرفه. И плюс. بالإضافة إلى، وهذا مهم. أنت صديقي. Макс. Макс. Заканчивай спектакль. انهي العرض. Я подумаю. سأفكر. Думай. فكر. Не, я, конечно, могу. Как бы табо, يمكنني أخذ غريشا. Он парень. فهو شاب. Молодой. شجاع. Смелый. ولو يسمى متهور. Не такой, как ты. Макс. Макс. Куда ж она спряталась? Эй, нахвай это. А? Вот это. Думай, думай. Факер, факер. Думай. Факер. Ну? Хасанан. Давай за тебя. Хэйя, без хатр. عيد ميلاد سعيد. Спасибо. شكرا. ماكس، ты опять؟ ماكس، مجددا؟ لقد دخنت. الضيوف ينتظرون. سنأتي الآن. يا فديل. أنا معك. Я не хочу, чтобы ты ехал туда. لا أريدك أن تذهب إلى هناك. Считай, что это моя. اعتبرها حدث أنثوي. Ну какая. حدث أنثوي.
عزيزتي، أنت لا مجرد امرأة، أنت مقاتلة. حسنا، سنتحدث لاحقا. هيا هيا. ماكس، لا أعرف ما الذي ينتظرك هناك. المعلومات التي تأتي من هناك يتم اختيارها من قبل الصحفيين الغربيين، ويتم معالجتها من قبل مخططيهم السياسيين. أنت تعرف طريقة في هذا المجال، ويمكنك أن تكتشف أين الحقيقة وأين التضليل. كفى تدخين، لن أدخن لمدة 5 ساعات حتى أصل إلى هناك. لا تفكر بشكل صحيح ماكس. عامة ربما تكتشف فقط أن الشمس تخرج من الشرق وتغرب من الغرب أو شيئا آخر أهم. اسمع، أنت تخبرني بهذا للمرة الثالثة. حسنا، اهدأ. أشعر بالتوتر، متأكد ستكون بخير؟ نعم، هيا. حسناً، أنا ذاهب. Даже не проводишь? لن تودعيني؟ لم أعرف أنك تتعلم العربية. ما صدقت؟ لا أرى المترجم. نعم، سيأتي الآن. دعنا نلعب. لماذا تقلق هكذا؟ أحاول أن أدرك في ماذا أوقعنا نفسنا. إذا كنت قد جئت لي أولا، استشرتني لتأخذ قرارا، كنت قد قلت لك أبحث عن خيار آخر. أحيانا يبدو لي أنك لست إنسانا بل آلة. لماذا أنت متوتر مبكرا؟ اتفقنا على كل شيء، نذهب بدعوة رسمية، نطير إلى إسطنبول ثم إلى المكان، وبعد شهرين نرجع. أتدرك ماذا تقول؟ إذا أردت أن تضحك الجميع، أخبرهم بخطتك. لماذا لا تجيب؟ لا أتحدث معها. مترجمنا لديه مشاكل كبيرة في الالتزام بالمواعيد. نعم، مهم أن يكون شخصا جيدا. ها هو هناك. وصلت. نعم وصلت. مرحبا سامر، أين ضللت طريقك؟ لم أضل الطريق، المنبه لم يعمل. ساشا، هذا هو مترجمنا السريع جدا سامر. ألكسندر. سامر، أخبر السائق أن يتوقف عند راديسون. هل سنعيش في فندق راديسون؟ هل يوجد مسبح هناك؟ مسبح. أنت تحلم. نحن بحاجة فقط إلى إثبات وجودنا الرسمي. لنذهب إلى راديسون. С кем встреча?
مع من سنجتمع؟ مع أفضل الناس في المدينة. ولكن ماكس، ما هو الغرض الحقيقي من بحثك؟ من المثير للاهتمام، كيف تعيشون هنا؟ هدف كبير. بالطبع لدينا الآن بعض الصعوبات، ولكن يستغرق وقتا طويلا لحل جميع المشاكل. نحن نبذل قصارى جهدنا حتى يعيش شعبنا بشكل جيد. نعم، حتى أسماء هؤلاء الأشخاص معروف بالفعل. ماذا؟ لا شيء، إنها نكتة روسية. أنا متأكد من أنك سوف تفهمني. أنا مثلك، وطني لبلدي، وأريد أن تزدهر بلادي مرة أخرى، وبالطبع تتوافق رغبتي مع رغبة شعبنا. ولهذا تعيش في فندق؟ هذه مسألة تتعلق بأمننا. نحن لا نعيش هنا، نحن نعمل فقط. نعم، مشاكل مؤقتة. أعتقد أنك متعب من الطريق. رحلة قاسية. لا أريد أن أعطلك أكثر من هذا. أخبرني، هل تنوي مقابلة ابن الدكتاتور؟ سيف القذافي؟ سنقابله إذا استطعنا، لكن إذا تمانع لن نقابله. على العكس، أنا لا أمانع على الإطلاق، وإذا تم هذا الاجتماع فسأكون سعيدا. الشيء الوحيد، إذا نجح الأمر، هل ستخبرنا بالضبط أين التقيت به حتى تلتقي به؟ ماكسيم، ماذا تظن؟ لقد أطلقنا سراحه وأسقطنا كل التهم ضده، وهو يختبئ مننا لسبب ما لا نعرفه. أصدق؟ أنا لا أصدق نفسي، ولكن أصدقك. أصدقك. شكرا. شكرا. هكذا تطوي أصابعك، وهكذا تأكل. ستكون بخير هنا. بيتي أسوأ من هذا بكثير. أسكن قريباً، وهنا يسكن والدي. ربما لا يوجد بيوت كهذه في روسيا. في يوم من الأيام سأتي إلى روسيا. أرى كيف تعيشون هناك. سامر، لماذا أنت صامت؟ أجئت هنا للزيارة أم للترجمة؟ يقول أنه يريد الذهاب إلى روسيا. لقد تحدث عن شيء لمدة نصف دقيقة. نعم، لم يقل شيئا مهم. وقررت ذلك بنفسك؟ اهدى ثانية. سامر، من فضلك اسأله عن السجائر والكحول. جمال، أصدقائي يسألون عن الكحول والسجائر. يمكنك شراء سجائر، لكن كحول من الصعب الحصول عليه. سيجاريتами проблем нет، но с алкоголем могут возникнуть трудности. Но традиция. هذه العادات. Ну что, будем работать на сухую, да? حسنا، سنعمل بدون كحول، ها؟ عامة لم أكن أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا. حسنا، لن أفسد مزاجك. ارسلي تحياتي للأطفال. أقبلك ماكس.
Ну и, конечно, отправлять это письмо эти... طبعا لن أرسل لك هذه الرسالة. Мы с тобой не разговариваем. نحن لا نتحدث. Мы делаем все возможное. نحن نبذل قصارى جهدنا. Наташа, ты в порядке? Наташа, هل أنت بخير? Я в порядке. أنا بخير. قولوا لي هل هو على قيد الحياة؟ يتم حل المشكلة على أعلى مستوى. ناتاشا. كل شيء سيكون على ما يرام. دائما تخيفني هذه العبارة. كيف حال الطقس في موسكو؟ ساخن. المناخ كما تعلمون يتغير في جميع أنحاء العالم. نعم هنا أيضا. مساء الخير. ألكسندر نيكولايفيتش، أحتاج كل التفاصيل حول شغلي. هل اتصلت بأحد في طرابلس؟ هذا ليس من السهل هنا. طرابلس في الواقع يسيطر عليها 4 مجموعات. ماكسيم وسامر في سجن خاص يملكه زعيم مجموعة ردع قارة. إن رئيس حكومة الوفاق الوطني السيد سراج لا يحل أي شيء على الإطلاق. أنا آسف بشدة لأني أتدخل في هذا إيغور إيفغينيفيتش، لكن التحدث إلى هؤلاء الناس بلا فائدة. يجب أن نخرج رجلنا بأنفسنا. كيف هذا؟ نعم لا يوجد خيارات. أنا لا أفهم ماذا أفعل مع هؤلاء الروس؟ أصدقاؤنا الأمريكيون وضعونا بمأزق ببساطة. أحتاج إلى حل. سيد الرئيس، لا يمكننا أن نسمح لهم بالمغادرة. درست الأوراق التي وجدناها معهم، وبكل بساطة أنهم خاطرين للغاية. قد يضرون إذا وصلت المعلومات إلى أي مكان. العالم كله سوف يقف ضدنا. ستكون هذه نهايتنا، وخصوصا أنت بالذات. إذا أطلقتم عليهم النار سيكون هناك الكثير من الضجيج. أنا أعرف هذا بدونك أيضا. أبلغت للتو أن ضيوف الروسي حضروا إلى تونس من أجل هذا الموضوع. لكن لا تقلق، أخذنا الروسي إلى سجن منفرد لكي لا يراه أحد. أنا قلت لأصدقائنا الأمريكان أن الروس يريدون أن يتحدوا مع حفتر والقذافي، وسريعا سيكون هذا في الأخبار العالمية. لا تقلق سيدي الرئيس. لا أعرف، ربما في الوقت الحالي أمنحهم مترجما. سيد الرئيس، المستحيل، من المستحيل أن يأخذ الروس المهرج بدون الشخص الأهم. هون عليك، هون عليك، يبدو عليك التعب. سنتولى الأمر نحن الاثنين بأنفسنا، لا تقلق. بصحتك.
أعتقد 300,000 دولار. إذا كنا نتحدث عن عالم اجتماع روسي ومترجمه، فيمكنك الموافقة على هذا المبلغ. نحن مستعدون لدفع أي أموال. لا، ليس الأمر كذلك. لن نساوم معهم، لن يحترموك. أي أموال؟ جيد. سأحاول، ولكن سأبدأ 300,000 دولار. ديل، متفقين؟ روسكي. أيها الروسي، بخديك بسرعة. أخرج بسرعة. خليني. تحرك. ناحية تومك. رزيفاتسا. بسرعة. رزيفاتسا. ناحية بروحك. بسرعة. يلا جيب الماء. زيد مازال ما تزيد. زيد زيد. يب وخديت. اخرج. البس. هادي مالسا. ماكسيم، أريد أن تعود أنت وصديقك سامر إلى روسيا. بصراحة. هنا أنت تعيش في ظروف غير إنسانية. أنا قلق جدا عليك. هيا. سنقوم بتسجيل مقطع فيديو حيث تقوم أنت وسامر بطلب المساعدة من سلطاتكم. أطلب منهم الاعتراف رسمياً بحكومتنا. هل يمكنك القيام بهذا؟ نعم بالطبع. سأتصل بالرئيس شخصياً الآن. عندنا في روسيا إذا حدث أي شيء في أي مكان مع أي شخص، فإننا نتصل بالرئيس على الفور. نكتة روسية مرة أخرى؟ ما رأيك؟ تعتقد حقا أن حكومتك لن تعتني بك؟ على حد علمي، الروس يحبون حكومتهم. لماذا نتحدث عن الحكومة؟ أنا فقط أحب وطني. الكل يحب بلاده. هيا. اسرع، أعد الكاميرا. سنسجله. هيا. أعزائي السلطات الروسية، معكم ماكسيم أناتوليفيتش شوغالي وسامر، كيف اسم عائلتك؟ لا يهم. نحن الآن في بلد بعيد جدا. بصراحة لدينا مزاج سيء. قمنا بعمل قليل هنا ووجدنا أن ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يرأسها إرهابيون من داعش والقاعدة والإخوان المسلمين المحظورة في روسيا. أوقف التصوير. لماذا تفعل هذا؟ لماذا؟ اغسلوا له وجهه. أرجوك لا تعبث معي، فلنعقد اتفاقا.
سأفعل كل شيء بنفسي. فقط تحدث مع زوجتك، اطلب منها أن تخبر الحكومة. أنا لا أتحدث معها. أنا الله أتكلم معها. ماكسيم، أنا أعرفك جيدا، أنت لا تبالي بشأن نفسك، وإذا لم تفعل ما أطلبه منك فسوف نقتل صديقك. لم تفهم بعد؟ أنت في بلدي تحت قوانيني، وإذا أردت سأتركك تذهب، ولكن لن يجده أحد. ثم عليك أن تعيش مع هذا طوال حياتك. حسناً، تون اون ذا كاميرا. شغل الكاميرا. سيد محمد. نعم. لا يجب أن نسمح لهم بالرحيل، لقد انتهكوا حقوقنا. على حسب علمي لا يوجد أي خطر، إنه مجرد عمله. بالإضافة إلى ذلك سوف يدفعون ثمناً باهظاً جداً. إنهم روس، هل تفهم؟ نعم. خذوا بعيدا. يجب عليك أن تكون أكثر حذراً مع الروس حتى لا يصيب أحدهم سوء، وقل لجماعتكم أن يضربوا بدون ترك آثار على الجسد حتى تكون الذراعين والساقين سالمة. أما بالنسبة لنا نحن الآن، هذه بضاعة مكلفة للغاية. هذا السجن سجني، وهذه بضاعتي، وأنا أقرر بنفسي. لا يا عزيزي، عندما أمرك أن تطلق سراحهم ستفعل ذلك في الإبان. كل بيد الله، لو قال الله سأطلق سراحهم. ستفعل ما أقول. نحن لا نتلقى منهم أموالا، ولكن أكثر من ذلك. أفهمت؟ ملك حسن الروسي، هذا شخص مهم في روسيا، وسنربح المليون. الروس لديهم العديد من الأموال وأموالهم طائلة. يوم الحظ. ربما شاك يوم الحظ، شخص آخر سيأتي وسنربح المليون.
الروس لديهم العديد من الأموال وأموال فائضة سيدفعون. سيبوني باهي. كفى 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 هيك معاش نقدر نبيعوها. ستفسدون البضاعة هكذا. يا إلهي. Наташа. Ты не переживай. لا تقلقي. У меня день тяжелый был. لقد مررت بيوم صعب. Устал что-то. شيء ما كان صعبا. А так. ولكن كل شيء على ما يرام. تركبوا في الخلف وانت تيجي معي. وين في багажнике поедете, а я в салоне. قدام في نقط تفتيش كثيره معي باش نعديك, لكن اذا سمعوا صوتكم ستكون نهايتنا. يخلصوا علينا. впереди будет несколько блокпостов. С ним спокойно проедем, но если услышат какой-то шум, то всё. اعطيني اياه. لو جم عندكم تفتح القنبلة. ركزوا معي, لا تتردد ولا باش يعذبوكوا ويقتلوكوا وانا معكم. Если вдруг услышите какой-то шум и откроют багажник, сразу дергайте чеку, иначе голову отрежут. И ему тоже. Саш, забери от Гайхабада. Саш, خذها من فضلك. Ты еще дерна не дал. أشعر بأني سأسحبها في الوقت الخاطئ. فين؟ يا إلهي. ماشي العيد. إيش في الصندوق؟ تباً لقد وصلنا. شوية فاكهة وخضار. تباً. ماشي عد. شكراً عد. اهدأ اهدأ. وصلنا من جماعة في انتظارنا. приехали, нас уже ждут. سعداء بمجيئكم وعائلتي كذلك. он очень рад, что мы приехали, и его семья тоже. все это было ради одной семьи. كل هذا من أجل أسرة واحدة. عزيزي, لقد جئنا للعمل. نعم سامي. نعم. أنا أستاذ. أستاذ في علم الأحياء. درست في أوروبا ثم عدت إلى هنا. أردت أن ينمو البلاد ويسهل.
professor of biology. I studied in Europe and I wanted to my country to develop and prosper. لكن الحكومة لا تهتم بالمعرفة ولكنها تهتم بالأسلحة. In this country they are not interested for knowledge but arms. بعد وفاة القذافي بدأت الأمور تسوء. جاءنا الإرهابيون يأخذون أطفالنا بعيدا. يجبرونهم على القتل بالإجبار والتعذيب للانضمام إلى صفوف ميليشيات مصراتة ولا يعودون، يصبحون منبوذين لقبيلتهم. إذا لم نغير حالنا سيصبح جميع أطفالنا إرهابيين. يقول إنه قلق جدا بشأن البلاد. طبعا أنا أفهم أن الإيجاز موهبة لكن ليس إلى هذا الحد. نعم، إنه يقول نفس الشيء الذي يقوله الآخرون. من قبل كان العشب أكثر خضرة والمياه أكثر رطوبة، والآن ظهر الإرهابيون. ماذا؟ أنا أفكر كم سيقدم المسلحون مقابلك، وما هي أفضل طريقة لبيعك، كاملا أم على أجزاء؟ ماذا يضحكك؟ أستطيع المساعدة إن سمحت يا أبي. تفضل. سمح لي أبي بالمساعدة. المترجم قال كل شيء بشكل صحيح. كانت حياتنا أفضل بكثير. صحيح أن العشب في الصحراء لم يمنو أبدا، ولكن بشكل عام هناك كانت هناك مدارس للأطفال، وكانت الطرق جيدة، وعملت المستشفيات. أنك التقيت بالعديد من الناس، لكن الناس لا يعلمون كل شيء. Он знает, что мы встречались с разными людьми, но люди многого не знают. هناك تجربة في بلدي أن الإرهابيين يصلون إلى السلطة. رئيس حكومة الوفاق هو دمية القاعدة. إنه لا يملك السلطة إلا بقوة الإرهابيين والدعم العسكري من تركيا. военной поддержки из Турции. ورئيس مجلس الدولة من الجناح المتطرف للإخوان المسلمين. братьев мусульман. То есть вы хотите сказать, что он тоже террорист? هل تريدون القول أنه إرهابي أيضا؟ إنه يعلم كيف يبتسم لكي يصدقه الآخرون. لكنه أخطر إنسان. Но он самый опасный человек в Ливии. وسراج هو أغنى شخص. А Сарадж самый богатый. كل يوم يتم إنتاج نفط ب180 مليون دولار. На 180 миллионов долларов. أين هذا المال برأيكم؟ Как вы думаете, куда деваются эти деньги? Не знаю. لا يعلم. السيد سراج يضع كل سنة هذا المبلغ في جيبه. 4 مليون 4 ملايين مليار دولار. مليار دولار. هذا ممكن أثبت. هل يمكن إثبات ذلك؟ بدون شك. هذا حساب السيد سراج. Вот личный счет господина Сараджа. Я могу это сфотографировать. هل من الممكن تصوير هذا؟
لكن الأمريكيين لا يفهمون إذا أصبح هؤلاء في السلطة في طرابلس، سلطات معترف بها رسميا، وبدأوا في شراء الأسلحة بأنفسهم، سيبدو البرجان التوأم للأمريكيين كلعب أطفال. Можем мы с вами обменяться телефонами? هل نستطيع تبادل الهواتف؟ للأسف لا. К сожалению, нет. لمدة 20 عاما أدير أقدم بنك. ما قلته يمكنني إخباره فقط لك. لذلك إذا قابلتني في الشارع يجب ألا تعرفني. И еще, если мы его увидим на улице, то мы его не знаем. Да, я понимаю. معظم الملفات من جهة مجهولة. كان هذا متوقعا. الناس خائفون، لكن المجهولون هم الأكثر صدقا. أي ساشا، هل تفهم ما فعلنا؟ الآن نحن المتخصصين الوحيدين الذين يرون صورة موضوعية عن ليبيا. نعم، قلت لك هذا. حسنا، دعنا نشرب قليلا. كفى كفى كفى. اخفيها في مكان بعيد عني حتى لا اجدها. في هذا الصندوق مثلا، حتى لا تجدها. مرحبا، تحتاج للمغادرة. اكتشفت أن هناك قائمة بالروس. سامر انهض، كفى نوم. ماذا يقول؟ تحتاج للمغادرة. اكتشفت أن هناك قائمة بالروس من أجل اعتقالهم أثناء مغادرة البلاد. نام دموي نادر. يجب أن نعود إلى الوطن. سامر، يمكنهم اعتقالنا إذا حاولنا مغادرة البلاد. А есть безопасные варианты, чтобы уехать? هل هناك خيار آمن للمغادرة؟ يمكنك المحاولة، لكن بعد أيام يمكن أن يغيروا رأيهم ولا ينتظرون مغادرتكم. وبعد ذلك можно попробовать, но через пару дней. يمكننا المحاولة، ولكن بعد بضعة أيام يمكنهم اعتقالنا. Значит, у нас еще есть два дня. لا يزال لدينا يومين. Thank you.
добрый вечер. مساء الخير. знаете, на вашем месте я поступил. نعم, لو كنت مكانك لكنت سأفعل نفس الشيء. كنت سأضع أحد موظفيني في مكاني حتى لا أضطر لفتح نفسي. عليك أن تفكر في سلامتك الشخصية. أتمنى أن ينتهي كل هذا قريبا, وسيطرد الجيش الوطني الليبي هذه الحثالة من طرابلس. وما الذي يمنعهم؟ Все-таки, зачем вы пришли? Амматен, лимеза атайт. Активы Каддафи. Мустанадат Каддафи, الذي يبحث عنها السراج, ليس مجرد أموال. Это больше, чем. إنها أكثر من مجرد أموال. هذا وصول الدولة للشركات القانونية الرئاسية في جميع أنحاء العالم. إنها قوة لا يمكن لأي سلاح أن يحل محلها. لكني لا أملك جميع المعلومات. ومن يمتلك هذه المعلومات؟ فقط سيف القذافي. فقط لديه كل قطع اللغز. لكن هذا سيكون خطير جدا. أعرف, لكني لا أخاف. وإلا لم أكن لأبحث عنك. ماكس, أعتقد أننا يجب أن نخرج من هنا الآن معا. نعم, الآن رميت كل شيء وتهرب. حسنا, افهم ساشا, اللقاء مع القذافي هو الجائزة الكبرى لنا. على أي حال, نحن بحاجة إلى اجتماع آخر. حسنا, لنفعل ذلك. ستذهب أولا لتتحقق من الطريق, وسأبقى هنا وألتقي مع القذافي. لا, سأبقى. نلعب لعبة واحدة, ومن يفوز يبقى. موافق؟ وأنا. أنت خارج اللعبة يا سامر. العب. ماكس, هذا هراء, يجب أن نذهب معه. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسن, ماذا أردت؟ لقد لعبنا. كان واضحا أنك فعلت كل شيء حتى تخسر. ولكن فكر في طرق الخروج. اسمع, لا تصعب الأمور. سأقفز من الأسطح. أنا لا أشك فيك, ولكن ماذا عن سامر؟ سأتركه. أمزح أمزح. كن جادا, لا وقت للضحك. ماكس, أنت بخير؟ تبا, كيف سأضحك الآن؟ هل ما زلت تريد البقاء؟ اتصل بي عندما تصل إلى موسكو. ماذا؟ ستقوم بقتلي مرة أخرى؟ أم إننا سنقوم بتصوير فيلم؟ أنا مواطن روسي, ماكسيم شوغالي. الآن أنا في ليبيا. أنا بخير. أنا بصحة جيدة. أرسل تحياتي
إلى زوجتي وأطفالي وأمي وجميع أصدقائي، كل من يتذكرني. أؤكد لكم أن ماكسيم وسامر في حالة جيدة للغاية. لديكم غرف فندقية أسوأ في موسكو، أشك بذلك. لا تقلق، حتى على الرغم من اتهامهم بجرائم خطيرة، نحن جاهزون أن نطلق سراحهم اليوم. وما الشروط؟ يجب على حكومتكم أن تعترف رسميا بحكومة الوفاق الوطني كسلطة وحيدة في ليبيا، وأيضا نريد إمدادات سلاح. غريب، الإمدادات التي تأتي من تركيا لا تكفيكم؟ نحن نحتاج أسلحتكم، السلاح الروسي. مع كل الاحترام لنظامكم، لقد ساءت سمعتكم، وأنت أيضا. أنا أعرف أنك من الإخوان المسلمين، وهذه جماعة محظورة في روسيا. لديكم معلومات قديمة، لقد خرجت من هذه المجموعة بالفعل. لا يوجد شيء اسمه إخواني سابق. أنا قلت لكم شروطنا، ونحن نريد أن تتعاون بلادنا. سننتظر قرار حكومتكم. لقد فهمتك، شكرا. في رأيي كل شيء يسير على ما يرام. سننتظر حتى يجيب الروس، وما سيكون أكثر أهمية بالنسبة لهم رجلهم أم مبادئهم. هل تعرف ما هو الشيء الأهم؟ ما؟ حقيقة أن الإرهابيين أصبحوا لأول مرة في التاريخ سلطة رسمية، ونحن فقط نعرف من هم حقا وكيف نديرهم. تحرك، تحرك. كتاب جيد، الاسم مطابق. أصدقائك عندما هربوا تركوا الكثير هنا. قل له أن يقرأ بصوت عادي. читай вслух громко. في إحدى سيارات الدرجة الثالثة في الفجر، وجد راكبان نفسهما قرب بعضهم البعض. كان أحدهم قصير القامة باللحية سوداء كبيرة، وكان يبدو مثل مجرد أحمق، لكنه مواطن فخريا، وهنا لديه حالة سيئة، فهو ليس رجلا بل حيوان. إذا كان يحس بالألم
فدعه يركع. если тебе больно, ты можешь встать на колени. نهر بوش. اخرس يا احمق. انا لا اتالم. بولن похож. وإما عن الخنزير فهو خنزير، على الرغم من تشبيه الخنزير به مهينا بالخنازير. معلومات أن الإرهابيين اختطفوا باحثين روسيين في طرابلس ووضعوهم في سجن معتيقة. واجبنا أن نخرجهم من هناك. سيد المشير، لن نستطيع الوصول إلى معتيقة بدون معارك وخسائر كبيرة. أقترح قصف القواعد الإرهابية في مدينة طرابلس. لا، لن نضرب أرضنا أبدا. لن نقصف مدينتنا طرابلس. هذه مدينتنا وهذه أرضنا. ولكن الروس هم ضيوفنا، يجب علينا تحريرهم، يجب أن نسحب الإرهابيين خارج المدينة بحيث تتم جميع العمليات العسكرية خارج المدينة. فهمتك سيدي. تمام مشير. أنا مواطن روسي، ماكسيم شوغالي. الآن أنا في ليبيا. أنا بخير، أنا بصحة جيدة. أرسل تحياتي إلى زوجتي وأطفالي وأمي وجميع أصدقائي، كل من يتذكرني. تم اتهام ماكس بالتدخل في الانتخابات. هذا هراء، ليس لديهم دستور هناك. الانتخابات القادمة ليس متوقعة حتى. هؤلاء الأوغاد، إنهم فقط يلعبون ألعابهم السياسية. لقد كتبوا إلينا من تركيا، يقترحون أن تتصل شخصيا بالسلطات التركية وتطلب المساعدة، حتى تساهم السلطات التركية في إطلاق سراح ماكس وسامر. ولكن لن تكون هناك أي مساعدة منهم، لأن الأتراك أنفسهم يدعمون حكومة الوفاق الوطني. ولكن بمجرد اتصالك بهم ستكون هناك أحداث طويلة ستؤدي إلى أن تسخر تركيا من روسيا. سوف نظهر ضعفنا في هذه المنطقة، وهذا هو هدفهم الحقيقي. وستكوني مجرد أداة في هذه اللعبة. اسمع، هل يمكنكم ببساطة استعادة زوجي؟ بالمناسبة ناتاشا، أشكريت بروسيل، توقفت عن التدخين. أيشو بتستاوليش؟ وهل تصدقين؟ сегодня книжку дали. اليوم أعطوني كتابا لأقرأه بالروسية. إيديوت. الأبلة. Вот теперь тоже. الآن أعتقد ربما يتعلق الأمر بي أيضا. Он думает, что мы шпионы. يعتقد أننا جواسيس.
سامر اصمد. قل لهم اننا علماء اجتماع، جئنا بدعوة، لن نفعل اي شيء غير قانوني. نحن لسنا مجرمين، لسنا جواسيس. قال لك ما همش مجرمين. اسمعوني. أرجع. إذا أنت شخصا ما، أعتذر بالصدق. دعونا نناقش كل شيء بهدوء. اخبروني عن سبب احتجازكم لنا وسنجيب على جميع أسئلتكم. نحن نتأسف جدا، علماء فقط. علماء فقط. Ну что, договорились? هل اتفقنا؟ ليكون هناك عايشين. كل لا بأس، سوف تتعود على هذا. يسمحون لي بالخروج مرة كل أسبوع، لكن أحسن التصرف كي يتركوك تخرج. ماذا قال؟ يقول أنه يمكن العيش هنا. هذا صحيح، يمكن العيش هنا، لكن ليس لفترة طويلة. تبنى، هذا هو الأستاذ الجامعي. أهلا. ماذا به؟ مصاب بالسكري. ما هذا السيرك؟ كفى صمت. والله اختاري منا. قولوا لنا، لماذا نحن هنا؟ ما ذنبي؟ إذا أردت أن تعرف ماذا يحدث في بلدي فسأريكم ذلك بنفسي. زوجتي أعطتني حبوبا من أجلك، صحيح أنها من أجل ارتفاع الضغط، ولكن قد تساعدك أيضا. زوجته أحضرت لي الدواء. شكرا. لا لا لا
ابنكم. لا 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 لا. مجرد عمل لم يكن من الواجب جلب الحبوب، فعلت ذلك لأبقى على الحياة. تدخل في شؤون البلاد، الحكم بتاعه الإعدام. شو قال إيه؟ جهز حالك بيش تموت. لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك. على غاد هؤلاء. يجب أن نهرب وإلا سنموت هنا. لن تستطيع. صعب الهروب من هنا. فقط إذا دفعت المال. الكثير من المال. حسنا. أين أدفع؟ أين الخزينة؟ لدي عائلة في تركيا يعيشون حياة صعبة. إذا أرسلت لهم مليونين لك ولصاحبك سأساعدكم. حسنا سريعا سأذهب إلى غرفتي. تركت المال هناك. أنت تمزح ولكن لا وقت لهذا. قريبا سيقف صديقي على الحراسة. سأتفق معه وعندما تصل إلى روسيا ترسل لي المال. خطة رائعة. وإذا لم ترسل إخواني سيجدوك حتى في روسيا. ماكس، وماذا إذا لم ننجح؟ وماذا إذا خاننا؟ أنت تشك؟ أنا فهمت هذا فورا. ولماذا وافقنا إذن؟ ولماذا لا؟ تريد أن تنتظر المجهول؟ على الأقل سنموت بشرف. وإذا حالفنا الحظ سنخرج. هيا. هو أيضا معنا. لا 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 لا، الروس فقط. مليون آخر ويخرج معنا. حسنا، مليون آخر. حسنا اسرع. هيا هيا معنا. أنا آسف، لا يمكن أن أذهب معكم لأن ليس لي أحد خارج هذا السجن.
ماذا؟ سنذهب من طريق آخر. Стой здесь. Интазер гуна. Замер! Сэмми, эркав сайора. Ахмед. Хасан, انا انت وحش. ماكس, поехали домой. Макс, هيا نهرب. Свобода, Сами. Алхурия, Сами. Свобода. Алхурия. تفضل. غني ماكس. اسرع يا ماكس. لا تقلق يا سامر, سننجح. بعد كل ما حدث وضعونا أنا وسامر في غرف منفردة. أتعلمين يا ناتاشا؟ لو كنت أعرف ما سيحدث كنت سأذهب على أي حال. صوبوا هنا حتى ينتهي كل شيء. سيدي المشير, بخصوص الروس, رجالي في طرابلس أخبروني أنه ممكن قتلهم في الأيام المقبلة. إذن يجب علينا التقدم نحو طرابلس. سيدي المشير, هل تقترح علينا الهجوم؟ لا, ارسلوا كتيبة صغيرة. أحمد, أي القوات أقرب للمدينة؟ قوات خاصة حماية أبو سليم. لكن احذر, خصوصا في طرابلس يجب الحذر كي لا يتضرر أحد من المدنيين. سنفقد الكثير من الجنود, إنه خطرا كبيرا. أصدقائنا الروس دائما يعاملوننا معاملة حسنة. إذا مات جنودنا ستبكي أمهاتهم, وإذا مات ضيوفنا فسيغضب الله.
تمام. هل فعلت كل شيء كما قلت؟ لقد وضعت صناديق الذخيرة حول المحيط. عظيم. أنت الآن في أكثر الأماكن أمناً في هذه المدينة. والروسي هو درعنا الحي. عارف أن نبقى الروسي هنا؟ لماذا؟ لقد صادفته عدة مرات وسيأتون من أجله. أنا أعرف الروسي، هو أخونا مهندسنا. أي روسكي، أيها الروس، جاوي، أين أنتم؟ أترى ليه أخذ؟ تعرفين يا ناتاشا؟ فقط الآن فهمت. أنا لم أكن أحبك. لا، ليس بهذا المعنى. أقصد قبل ذلك لم أكن أحبك. ولكن فقط الآن فهمت. إني أحبك جدا. ولكن لن أقول لك هذا أبدا. Наверное, мы больше не увидимся. من الممكن ألا أراك مجددا. ماكس. ماكس. Сколько раз я просил тебя. كم مرة قلت لك أن تصلح هذه الأرفف؟ Всё рушится. كل شيء يتدمر. Thank you.
عموما طاقم الفيلم أولوا اهتماما كبيرا لجميع التفاصيل، وتمكنوا من إعادة إنتاج المدينة وحالتها المفزعة بشكل جيد، وبالأخص شخصية الليبيين أنفسهم الذين في الغالب طيبون للغاية. يمكنني أن أقول أن الأحداث التي يتم تقديمها في الفيلم تعكس بوضوح ما حدث فعلاً. في الواقع أتاحت رحلة الرجال وعملهم للعالم كله معرفة حقيقة ما يحدث في ليبيا. كم هم جامحون هؤلاء المسلحين، وما مدى اختراق الإرهاب لأعلى مستويات السلطة في طرابلس، وما حولوا البلاد إليه. قسموها إلى عدة أجزاء وسلموها إلى الإرهابيين. لقد أغرقوها في هاوية العصور الوسطى بتعذيب وتجارب وحشية للغاية، تجارب على الناس. أنا سيرجي سامويلوف، بحار. في صيف 2016 تم القبض علي مع الطاقم الناقلة في المياه المحايدة قبالة ساحل ليبيا من قبل ما يسمى بخفر سواحل مدينة الزاوية، ولكن في الحقيقة هي جماعة مسلحة تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني التي تحاول السيطرة على مواقع النفط في هذه المنطقة. وبعد 5 أيام تم بيعنا في طرابلس لمجموعة الردع بقيادة الشيخ عبد الرؤوف قارة. تم وضع الطاقم في سجن معتقة، ضربوني على رأسي بالعصا وثبتوا أرجلي وضربوا أقدامي. بعد هذه العملية لم أتمكن الوقوف على أقدامي لمدة أسبوع. يطلقون النار على الأقدام، ويقطعون الأيدي. والعقاب الأكثر ضرراً هو أن تكون مقيداً لبضع ساعات ويديك مرفوعتين إلى الأعلى. تحطون في مع مجموعة روس بعد أسبوع، يعني مش واجد، مش وقت أسبوع هيك. وجاء فتحي باشا قال أساس حاسب روح أنه هو وزير داخلية، هو ما هوش وزير داخلية، هو أمر ميليشيا رئيس العصابة. كنا نتوقع أنه هو بعد وقف أنه هو بيوقف هالمهزلة اللي صايرة هدي الوضع اللي احنا فيه. فجاء بكل دم بارد يعني، وشد الكشيك وشد الرأس كي شد شيء ما تفهمش يعني. قال العين هيك طبعا فقدت الوعي، ما نعرفش ان هذاك الوقت انهم هم اصلا ضرب العين، هو نعرف اني فقدت الوعي بس مشيت فيها. ما بعد وعيت في الحبس وعيت، تفاجأت ان عيني اللي انضربت وخسرتها وبعدها بيامات بدأت التعفن. والان ان شاء الله سنقاتل هؤلاء الميليشيات حتى آخر قطرة من الدم بعون الله.